ولنقاش ملف قرار السلطات الحكومية لإحالة مطار النجف الدولي للاستثمار وملفات الفساد حول هذا الملف، ينضم إلينا عبر سكايب من كوبنهاغن الكاتب والباحث السياسي عبد الله سلمان. أهلا بكم سيدي. أهلا بك وبمشاهديكم الكرام. أستاذ عبد الله، طلبت التظاهرات في محافظة النجف بحماية المطار من سيطرة الأحزاب السياسية، ما حجم الخطر الذي يشكله قرار السلطات الحكومية بإحالة مطار النجف للاستثمار؟ الحقيقة مطار النجف يعكس صورة واضحة وجلية للتآزر الموجود ما بين الميليشيات والفساد بكل العراق. هذا مثل واضح وصريح ومختصر، هو مطار النجف. مطار النجف يعتبر يعني مهم جدا لأبناء النجف، ولكن الإدارات المتعاقبة الفاشلة بالحقيقة بنتيجة الفساد يعني فضلت مصالحها ومصالح الميليشيات، وهي تدار من أربع ميليشيات أساسية، هي ميليشيات الصدر والمالكي ووفاء وجماعة الحكمة. هذه المجموعة هي التي تهيمن باستمرار على هذا المطار. فمخاوف المتظاهرين، هم الحقيقة المتظاهرين لم يطالبوا بحماية، وإنما طالبوا باسترداد المطار من 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 هؤلاء. وأما دعاوى مخاوفهم ف للاستثمار، بالتأكيد هم لم ينالوا قسطهم الحقيقي كمواطنين في النجف من فائدة هذا المطار. فالفساد أيضا مهيمن، فالاستثمار الجديد أيضا، هذه الأحزاب لا زالت مهيمنة على المطار، لا زالت هي تتعاقد مع المستثمر الجديد أو غيره، فبالتأكيد هم يخافوا. هذه أسباب الدوافع الأساسية لخوف المتظاهرين. لماذا يعاد طرح ملف الاستثمار في هذا التوقيت بالذات، رغم أن هناك وثائق تكشف بموافقة مجلس الوزراء على هذا المقترح منذ عام 2018؟ التوقيت بالتأكيد لانسداد أفق، يعني أفق الحل السليم لهذا المطار، وتضاخم التراكم الفساد، وأصبح لا وجود، يعني لا وجود حل لكيفية الانفكاك من هذا الفساد وهذه الميليشيات. هذا السبب طرح هذا الموضوع من جديد، لأنه طرح عام 2018 على العبادي، وسلم العبادي ملف كامل أنه الفساد وصل في مطار نجف 200 مليار دولار. فهذا حاول إيجاد حل لهذه المسألة، لم يستطيعوا إيجاد أي حل، فذلك طرحت مسألة استثمار من جديد. وهل الاستثمار سيكون حل لهذه الملفات، ملفات الفساد؟ هو الفساد هو أصلا باقي، والاستثمار هذا أيضا جزء من الفساد. ما لم يعني يتم استعادة المطار والمرافق الأخرى العراقية من الميليشيات وهيمنتها، لن تجدي نفع أي حلول أو أي مقترحات، يعني لا استثمار ولا غيره. بعدين لا توجد شفافية، من هو المستثمر، ماذا سيستثمر، أي قطاع في المطار. ليس المطارات في العالم كلها محددة الاستثمارات بمواقع معينة وبأماكن مخصصة تحددها الدولة. الدولة فاقدة السيطرة نهائيا، لا إداريا ولا ماليا، على مطار النجف ولا أمنيا. فكل هذا بيد الميليشيات، فلا يستطيع يعني المواطن أن يعرف ماذا يفعل في هذا المطار، وأين موارد هذا المطار، ولماذا لا تنعكس على حياة المواطن بالنجف. اشتكى العاملون في المطار بأنه تم تحديد مصيرهم دون استشارتهم بهذا الشأن. إلى أي مدى يؤكد مضي القائمين باللعبة لابتزاز العاملين وعدم الاكتراث بأفواج العاطلين عن العمل في العراق، والتي تزداد بعد هذا القرار؟ العاملين في مطار النجف يعني عرضة لعملية فساد كبيرة، وأغلبهم يعني عندما عينوا دفعوا مبالغ كبيرة للأحزاب والميليشيات من أجل التعيين.
لحد الآن يعني لم يستطيعوا استرداد بعض من عندها حتى برواتبهم. فهم بالتأكيد الدولة أو هم الأحزاب لا تهتم بهم ولا تهتم بمصيرهم، لأنهم جزء من عملية الفساد وجزء من عملية تسريب الأموال. فلذلك هم لا يعينهم تعيين رسمي ولا تعيين دائمي ولا يهتموا بمصير عوائلهم. هل تعتقد أن الحكومة قادرة فعلا على الخلاص من الفساد في العراق، وخاصة بما سمته بورقة الإصلاح البيضاء؟ قبل الإجابة لابد أن نعرج على ورقة الإصلاح. ورقة الإصلاح وحدها هي كتلة من الفساد. ورقة الإصلاح رشح لها 40 خبير رشحتهم الأحزاب، إضافة إلى رئاسة الوزراء ووزارة التخطيط والمالية وغيرها. كل هؤلاء كل نفر من عندهم أخذ 40,000 إلى 25,000 دولار. بالتالي راحوا جابوا كل ما ورد في ورقة الإصلاح من الإنترنت، سرقوه من صندوق النقد الدولي ومن الخطة التنموية المصرية والسعودية. وبالتالي اليوم لو، وأنا مسؤول عن كلامي، لو سألنا أحد في رئاسة الوزراء أين هي ورقة الإصلاح لم يجدوها، سيبحثوا في أدراج مكاتبهم، غير موجودة. فلا يمكن لهذه الدولة أو لهذه المجموعة التي تقود إدارة الحكومة أن تفي بشيء لصالح الشعب العراقي. أكدت لجنة الاقتصاد النيابية أن العراق أصبح بيئة طاردة للاستثمار. كيف يمكن للحكومة أن تغامر بهذه التجربة إذا لم تنهي أزمة سلاح الميليشيات؟ يعني التقرير هو تقرير طبيعي جدا، أنه لا يوجد استثمار ووجود ميليشيات ووضع أمني غير مستتب والحكومة غير قادرة على ضبط الأمن في أي مرفق من مرافق الدولة. فبالتأكيد يعني اللجنة الاقتصادية النيابية عندما كتبت شيء إنشائي حقيقة، والدولة غير قادرة على أن تعمل أي شيء لصد هذه الأوضاع. الحكومة بشكل عام ضعيفة جدا أمام الميليشيات وغير قادرة على استقدام نفر صغير من الميليشيات ومحاسبته. يعني فكيف تستطيع أن تدافع عن الاقتصاد العراقي أو عن الاستثمار؟ وبعدين هم الاستثمار هذه الحالة المطروحة مثل ما يعني أشرنا في البداية أنه هي طريقة فساد جديدة أخرى يعني، وأسلوب جديد للفساد، فلا تستطيع السلطة سد هذا الباب. كيف ساهم استمرار الدعم الدولي للعملية السياسية الغارقة بالفساد في الوصول إلى هذا الوضع الحرج بالعراق؟ المجتمع الدولي أو مهتمين بالشأن الدولي العراقي هو ثلاث أطراف، هي أمريكا وبريطانيا وإيران. وليس من مصلحتهم إلغاء العملية السياسية، والفساد أيضا يناسبهم، وضع العراق وضع هش وضعيف وغير قادر على لعب دور في دور الطبيعي في المنطقة. هذا أمر يهمهم. يعني ما هي مصلحتهم بتغيير هذا الوضع؟ ليس لهم مصلحة. يعني الدول المهتمة بشأن العراقي لا، ليس لها مصلحة في أن يعيد العراق إلى دوره الطبيعي في المنطقة واقتصاده وبناء يعني مجتمع جيد، ليس من مصلحتهم. فلذلك يساهمون باستمرار الفساد واستمرار مثل هذه العملية السياسية الفاسدة. والكل يعني كل القدرات يعني كل الجهات العالمية المهتمة بشأن الفساد تؤكد أن العراق من الدول الغارقة في الفساد. فلماذا لا يسمع هذه الجهات المهتمة بالشأن العراقي الدولية في هذا الموضوع؟ لماذا لا يسمعون في دول أخرى لا يسمعون ما يجري في العراق؟ هم يسمعون كل شيء ويعرفون كل شيء، وهم على دراية تامة بما يجري في العراق وعلى رضا تام لتدمير العراق ليس أكثر. يعني شكرا جزيلا لكم الأستاذ عبد الله سلمان، الكاتب والباحث السياسي، حدثنا عبر سكايب من العاصمة الدنماركية كوبنهاغن.